ازاي؟ ايوه صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ازاي؟ عامله ايه؟ صباح النور. عامله ايه؟ ايه ده، انا سمعت كلمتين جامدين قوي. هيكون صباح الخير. صباح الخير. هيكون صباح النور. صباح النور. يا لهوي، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ارمي العطا على مين؟ ده احلى صباح والله. انا يعني مبسوط قوي ان انا ركبت معاك والله. والله الانبساط والانشكاح ليا انا. انتوا توأم؟ اه توأم. ما شاء الله ما شاء الله. حلو ده، انا كان نفسي اخلف توأم. اسم حضرتك ايه بقى؟ انا لميس. عشان اسامي يا لميس. انت ايه، انت منين يا لميس كده؟ انا منين؟ اه من هنا. من هنا؟ بس ممكن اديك معلومات اكتر عني؟ اه يا ريت والله، نفسي تديني معلومات عني اكتر. في مقابل طلب واحد. تمام، اطلبي تأمريني. عايزه فويس نوت بكلمه صباح النور اللي حضرتك قلتها لي دي. تمام، تحت امرك، ابعتها لك حالا. بس اديني رقم بس موبايلك، اكتبي لي بس رقم موبايلك كده. هظهر لك في الابلكيشن، ممكن تسيبه وتبعتها لي على الواتساب. تمام، اسجله حالا دلوقتي. بجد؟ اه طبعا، ده انا سعيد جدا. والنبي والله ده انا احسن بنت قابلتها في حياتي. انت هو حضرتك برج ايه؟ ايه، انا برج الجدي. اه يا لهوي يا لهوي. يوم ما تحدف عليا باتنين. الحمد وشكر ليك يا رب. والنبي انت طب انا سجلت دلوقتي رقمك معايا لميس. ايه، انا اتواصل بقى مع بعض ازاي والكلام ده؟ انت دلوقتي إيه؟ افرض اخوك بقى بيغير عليا، ما انا مش عارفه بقى انا هختار مين فيكم. ماشي، انت اللي يعجبك فينا بختار. ايه بقى يا لميس؟ لا لا لا، انا عايزه العب معاكم لعبه. ماشي اتفضلي. ماشي، ممكن العب معاكم لعبه؟ اتفضلي. اسمحك بس ايه، بس هنقف. اتفضلي ثانيه واحده. ساعه معاكم لعبه صغيره. ممكن تمد ايدك تعمل كده؟ لا دي. تمام. ممكن تمد ايدك انت دي تعمل كده، ونعمل كده احنا الثلاثه. قرب بس ايدك دي. هنلعب لعبه عشان ايه، نرتبط ببعض اكتر. تمام، محدش هيزعل مني. تمام. لا ما حدش يزعل منك خالص. اللي يشوفك يزعل منك. دي لعبه. تمام، ثانيه واحده. ماشي ثانيه واحده، انا هرد على التليفون حالا. ماشي، بتعملي ايه انت؟ بنلعب لعبه. ايه دي لعبه؟ انت بتحطي الكلبشات في أيوة لعبه. أيوة. انت عايزه تسجنينا ولا ايه يا لمين؟ لا دي لعبه، مش احنا متفقين ان احنا هنتجوز؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني ايه، يعني ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الو. ايه يا حبيبتي؟ بابا انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ انا الصراحه مش داخل عليا قصه ان هما الاثنين جايين يتجوزوا، فانا كلمت الاثنين والمفتاح معاكوا بقى. ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ انت باين عليكي تعبانه في دماغك. باين عليكي. تعالي لي يا حبيبتي نتفق بقى على كل التفاصيل. انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ بابا انا استلم محمد ابن عمتي السنه تحت، عشان انا مش كل يوم هلاقي اثنين لقط. انا بقول لك على بقول لك انت قدام لك انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ وانت رجعتي في كلامك، هو شغل عيال؟ بسرعه بقى، ما تتاخروش بقى. حاضر يا بابي. هو ايه شغل العيال ده؟ يلا بسرعه يا حبيبتي. بقى في ايه بالظبط؟ يعني انا عايز افهم، يعني انت تعبانه؟ انت مش كنت جاي تتغدى معانا؟ انت مريضه نفسيه ولا ايه؟ انت مريضه نفسيه؟ انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ مش انا متفق ان انا اروح اقدم لك النهارده؟ ايه شغل العيال ده؟ ما احنا كده كده رايحين. ولا عايز اعرفك ولا عايز اشوف. ده كان يوم اسود يا ماما. شوف، انا اجيب ليمون. لا انا اجيب كمون. والله ده كان يوم اسود. يوم اسود يا ماما. شفتك والله العظيم. انت بتفع يا حاج. يوم نلبس التنيله بس عليك. يوم اسود والله العظيم. دي انا كنت بفكر اختارك على فكره. انت اوحش واحده في حياتي انا شفتها. انا بقول لك الجميله دي، انت زي الزفت. مش من قلبك. زي الزفت وزي النيله. والله زي الزفت وزي النيله. والله العظيم. والله العظيم. ولا عايز اعرفك تاني. وقفي دلوقتي بقى. مش هقف. انا هقف يعني ايه؟ تفتحي الباب. افتحي الباب. مش عارف ايه ده. خد خد هتفتح الباب. تعالى يا عم. يلا تعالى افهمك. ولا ولا خد تعالى هنا. اللي هو فلق يا فلق. كل سنه طيبين. قولوا ان انتوا مش زعلانين. لا مش زعلانين. قولوا موافقين نزيع. لا موافقين نزيع.